لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وكما تعلمون يا ضيوف الرحمن، فقد أتممنا مناسكنا في الحصة الماضية بعون الله تعالى، فإذا أدى الحجاج والمعتمرون طواف الوداع فإنهم يغادرون بعد ذلك مكة، وعندها تهفو القلوب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتاق الأنفس وتهفو قلوب المؤمنين إلى زيارتها، المدينة المنورة، طابة الطيبة، طيبة المباركة، إنها موضع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها كان مقامه صلى الله عليه وسلم، وبها مثواه الأخير صلى الله عليه وسلم. كانت تسمى قبل الهجرة يثرب، نسبة لأحد العمالقة من ذرية نوح عليه السلام، من الجيل الرابع ممن نجوا من الطوفان. كان سيد قومه، فرأى في منامه أنه يهاجر بعشيرته وقبيلته إلى مدينة ذات نخل كثير، فسار إليها في هجرة ورحلة شاقة مضنية، فقد من خلالها كثيرا من أتباعه، إلى أن بلغها وأقام بها حتى وفاته، فسميت باسمه يثرب. وكان الأمر كذلك إلى أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، غير اسمها إلى طابة، وقيل إلى طيبة، وسميت بعد ذلك بعدة أسماء كالمدينة النبوية ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدرع الحصينة، وسميت بأبرز أسمائها المدينة المنورة. لماذا سميت بالمدينة المنورة؟ لأن الله نورها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، ونورها بنزول القرآن الكريم بالوحي المبارك، ونورها وشرفها بنزول أغلب أحكام وشرائع الإسلام، ثم أتم نعمته على المدينة وأهلها حين جعل مثوى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بالمدينة المنورة. والحديث عن المدينة المنورة يطول وتتشعب فجاجه لما لها من المآثر ولما يحيطها من الكنوز، ولكن سأفتتح كلامي هذا بالحديث عن خصوصيات الحرم المدني الشريف. فالحرم المدني الشريف محرم، وهو يكتسي قداسة وتعظيما
ومهابة وجلالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم الخليل حرم مكة وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها لا يخضد شوكه، أي شوك الحرم، ولا يقتلع شجره، ولا يختلى خلاه، أي حشيشه، ولا تلتقط لقطته، ولا ينفر صيده. هذه بعض من خصائص الحرم المدني الشريف. ويروى أن الصحابة الكرام حين هاجروا إلى المدينة المنورة وجدوا شيئا من المرض واللأواء والعنت لشدة حرها وقرها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية متعددة حتى يحسن مقامهم بالمدينة المباركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودعا لأهل المدينة بالبركة فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وحث الناس أن يقيموا بالمدينة المنورة فقال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، في دعوة إلى الإقامة، فإني شفيع لمن مات بها يوم القيامة. وبشر أهل المدينة بالإيمان وأن الإيمان يحيطهم دوما فقال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وبشر أهل المدينة بأنهم أول أهل الأرض نشورا يوم القيامة فقال: أول من تنشق الأرض يوم القيامة عن أهل المدينة، ثم عن أهل مكة، ثم عن أهل الطائف. هذه جملة من مآثر المدينة المنورة. ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا قوله: من صبر على لأوائها وشدتها، في إشارة إلى مناخها الجاف والصحراوي، شديد الحرارة في الصيف وشديد البرودة في الشتاء. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صبر على شدتها ولأوائها فله الجنة. وبالمدينة يا ضيوف الرحمن، يا من سيكرمكم الله تعالى بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيهيئ لكم فرصة للوقوف أمام المواجهة الشريفة أمام قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. عدة مآثر تحيط بالمدينة المنورة، نعم، وكل مأثرة من هذه المآثر فيها ما فيها من الدروس. وأفتتح حديثي هذا بالإشارة إلى أنه ليست هناك من شعائر الحج والعمرة شيئا في المدينة المنورة، إنما شعائر الحج والعمرة تكون بمكة المكرمة، أما المدينة المنورة فإنها تكتسي طابع الزيارة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مآثر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. في إشارة إلى هذه الفرصة التاريخية، الله تعالى يتكرم عليك يا ضيف الرحمن فيستدعيك إلى مدينة حبيبه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى مآثره ولتستبصر في مآثر صحابته الأخيار حتى تقتفي آثارهم وتسير على هداهم. في المدينة المنورة عدة مآثر، منها أولا المسجد النبوي، وسنفرد له حديثا في الجزء الثاني من حصتنا هذه. ومن ذلك البقيع، وتسمى أيضا بقيع الغرقد، وهي مقبرة أهل المدينة
ومدفن أهل المدينة من قبل زمن الإسلام، وهي مدفنهم إلى يوم الناس هذا. واعلموا يا ضيوف الرحمن أن أكثر من 10,000 صحابي جليل مدفونين بالبقيع، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا خديجة وسودة، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائهم، والإمام مالك والإمام نافع مولى عبد الله بن عمر، وكذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، منهم الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فالبقيع فيها تاريخ هذه الأمة، تاريخ الأبطال وتاريخ العظام. ومن المآثر في المدينة المنورة مسجد قباء، ومسجد قباء هو أول مسجد أسس في الإسلام، ولذلك يقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد قباء الذي حين أقام النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل قباء أذن في البدء والشروع في بنائه قبل المسجد النبوي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قباء وفي فضل الصلاة في قباء: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم أتى قباء فصلى به ركعتين كان له أجر عمرة. الله أكبر على فضل الله، عمرة بغير إحرام وبغير طواف وبغير سعي، حين تذهب بهذه النية وتصلي ركعتين لله تعالى في مسجد قباء. ومن هذه المآثر المباركة أيضا مسجد الفتح، أين أقيمت موقعة الأحزاب حين تحزب المشركون واليهود والمنافقون لاستئصال شأفة المؤمنين عند الخندق، هنالك أين نصبت خيمة النبي عليه الصلاة والسلام أقيم المسجد، واسمه مسجد الفتح واسمه مسجد الأحزاب. فهذا فيه ما فيه من المآثر، تصلي لله ركعتين وتدعو الله تعالى بنصرة الإسلام والمسلمين. ومن هذه المآثر مسجد القبلتين، وهو المسجد الوحيد الذي صلى فيه المسلمون ركعتين في صلاة رباعية، وجهة المسجد الأقصى وركعتين وجهة المسجد الحرام، حين غير وحول الله قبلة المسلمين بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية، قيل صلاة ظهر أو قيل صلاة عصر، جهة المسجد الحرام، وكان أحد المؤمنين يمر على أهل القبلتين وهم يصلون يتوجهون إلى المسجد الأقصى، فناداهم من فوق دابته أن الله قد حول قبلة المسلمين صوب المسجد الحرام، فاستدار الإمام إلى القبلة واستدار المأمومون من خلفه، وبذلك صلوا ركعتين جهة المسجد الأقصى وركعتين جهة المسجد الحرام، فسمي بمسجد القبلتين. وهناك مساجد أخرى كمسجد الجمعة ومسجد الغمامة، وهناك مأثرة أخرى وهي جبل أحد وروضة الشهداء. أحد الموقع التي لا تخفى على المؤمنين، غزوة أحد التي هزم فيها المسلمون واستشهد يومها أكثر من 70 صحابي جليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدا على باب من أبواب الجنة، ويقول: فإذا جئتموه فكلوا ولو من عضاه، في إشارة إلى بركته. وهنا نتوجه إلى القبلة وندعو الله تعالى، ثم نذهب إلى روضة الشهداء. الشهداء أكثر من 70 صحابي جليل، يتقدمهم أسد الإسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ونعلم ما حدث له في هذه الموقعة، ومعه سيدنا مصعب بن عمير وسيدنا عبد الله بن جحش وعدد كبير من الصحابة الكرام. نقف على باب روضتهم ونترضى عنهم وندعو الله لهم بالفردوس الأعلى، كما نسأل الله تعالى أن يجعلنا
ممن يعني يحشرون تحت لواء نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليئة بالآثار ومليئة بالمآثر، وحين نزورها للتأمل والاعتبار نشكر الله تعالى أن عين هذه الأماكن وأبقاها لنا بعد 1500 سنة من الزمن. نذهب ونقف أمام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نرجو الله تعالى أن يحيينا على سنته ويميتنا على ملته ويحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وبجانب حضرته. اللهم آمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونخرج في فاصل ثم نعود لنتم بقية الحصة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ بها الدواوين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. يا ضيوف الرحمن، لقد حطت بكم مطايا الأشواق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أقمتم بأماكن السكن تغتسلون إن استطعتم، وإلا فالوضوء يجزئ، ويلبس الإنسان أنظف ثيابه ويتطيب ويتعطر، هذا للرجال دون النساء العطر، ثم تخرجون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فرصة تاريخية أن تدخلوا مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال في شأنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يقصد به المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. كيف لا وكلنا يعلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد النبوي والمسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر من يزور مدينته ومن يزور مسجده ومن يقف أمام مقامه الشريف، فيقول: من جاءني زائرا لا تنزعه إلا زيارتي، أي هي الغاية القصوى. قال: كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. اللهم شفع فينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي درة معمارية جليلة تتلألأ أنواره بالليل والنهار، أينما نظرت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده الشريف رأيت النور والجمال والجلال، واستشعرت السكون والخشوع. نعم، أحسست بالأمن والاطمئنان. نعم، إنها طيبة الطيبة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ مساحته المغطاة حوالي 265,000 متر مربع، به 27 قباب عملاقة متحركة. هو درة معمارية بكل الأوصاف كما قلت لكم. ولعلمكم تاريخيا، فإن المسجد النبوي الشريف بتوسعته الحالية يضم كامل أجزاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التاريخية، يعني المسجد والأسواق والشوارع والدكاكين والبيوت، كل المدينة كانت في مساحة المسجد النبوي الشريف. أي أن المسجد اليوم
يختزن كل التاريخ النبوي والعصر النبوي ببناياته وشوارعه وبيوته وأزقته ودكاكينه. تدخلون المسجد النبوي في خشوع وإنابة، تقدمون الرجل اليمنى، تذكرون الدعاء الوارد، تصلون لله ركعتين، ثم تتهيئون للذهاب للسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك أود أن أطلعكم على بعض المآثر الموجودة في المسجد النبوي، ومن ذلك الحجرة النبوية، وهي موضع مدفنه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما. والحجرة النبوية هي ما تعرف ببيت أم المؤمنين عائشة، فحيثما مات صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم فإنه استأذن سائر نسائه أن يمرض في مرض موته في بيت عائشة، وكما نعلم فيما ورد في الأثر بل في الحديث الصحيح من رواية أمنا عائشة أنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وكان قد أوصى صلى الله عليه وسلم أن مدفنه في موضع موته. فإذا خرجنا عن الحجرة النبوية الشريفة ماذا نجد؟ نجد منبره صلى الله عليه وسلم. والمنبر الموجود الآن هو يعني نتاج الخلافة العثمانية، الدولة العثمانية هي التي أنتجت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منبر من ثلاث درج، وكان يخطب قبل المنبر ذي ثلاث درجات، كان يخطب على جذع نخلة، والقصة معه طويلة لكن لا يسعني المجال أن أذكرها اليوم. لكن موضع المنبر هو موضع المنبر النبوي الشريف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي يوم القيامة. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. إذن الموضع ما بين الحجرة النبوية الشريفة والمنبر النبوي، كل هذه تسمى روضة من رياض الجنة، وهي الموضع الوحيد في الأرض المعين بالزمان والمكان المحددين أنه روضة من رياض الجنة. في هذه الروضة نجد المحراب النبوي، نجد محراب صغير يصلي الناس فيه الآن النافلة، ذاك هو موضع محراب النبي عليه الصلاة والسلام، أين كان يقف إماما بالناس. ونجد في خلفية الروضة الشريفة دكة أهل الصفة، سطحة مرتفع صغير، كان أهل الصفة من فقراء المسلمين يجلسون هناك وينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى بيته. ومن مآثر المسجد النبوي الشريف باب السلام، وهو يقع غرب المسجد النبوي، ويقابله مباشرة باب جبريل عليه السلام، وفي القبلة هناك مع هذا الجدار مكان يسمى مهبط الوحي، أي المكان الذي كان ينزل منه أمين الوحي جبريل عليه السلام. وهنا أود أن أذكر نفسي وإياكم بأمر أمرنا الله تعالى به من خلال قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم يا إخوة الإيمان بالإكثار من ذكر الله، وبالإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أوصيكم بحسن الأدب ومعالي الأخلاق وخفض الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأوا قول الله تعالى في سورة الحجرات؟ قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذا يمنع رفع الصوت ولو بالدعاء، يمنع رفع الصوت في المسجد النبوي ولو بذكر الله تعالى. ونعلم ما حدث مع سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب، اللذين قيل في شأنهما:
كاد الخيران أن يهلكا. لماذا؟ لرفعهما الصوت، حتى أنه بعد نزول آيات سورة الحجرات كان لا يتكلم سيدنا أبو بكر الصديق إلا همسا، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يستفهم إذا تكلم، فاخفضوا أصواتكم يرحمكم الله. وهناك عديد الاستوانات في المسجد النبوي، استوانات فيها مآثر، فيها استوانة صفية، استوانة عائشة، فيها عديد الأحداث التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواضع الصلاة لبعض الصحابة الكرام وبعض أمهات المؤمنين. فأكثروا وألحوا في الدعاء، ولكن إياكم أن تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنهاكم عن التمسح بالجدران أو بالشبابيك أو بإلقاء بعض البطاقات كما يفعل بعض الجهال وبعض العوام. لا تسألوا غير الله شيئا، حتى إذا وصلتم أمام المواجهة الشريفة تقفون بأدب جم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خشعت قلوبكم وقد لانت جلودكم، فماذا تقولون؟ هذه صيغة من الصيغ، لكن يمكن أن تسلموا وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بكثير من الصيغ. منها أن تقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا خليل الرحمن، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبد الله ورسوله، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجازاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تخالف بنا عن سنته. ثم تقول بعد ذلك: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من كل من أوصاني واستوصاني. ثم تتوجه ناحية الشرق خطوة لتقابل وتواجه الخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق، وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، يا أبا بكر الصديق، يا من كنت ثاني اثنين إذ هما في الغار، يا صديقه في الأسفار، يا أمينه على الأسرار، يا أمينه على الأسرار، رضي الله عنك وأرضاك، يا من جاهدت في الله حق جهاده، يا من نصر الله بك الدين وأعز بك الإسلام والمسلمين، رضي الله عنك وجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ثم تسلم عليه من كل من أوصاك واستوصاك. ثم تتحول خطوة إلى الشرق لتخاطب فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، يا عمر بن الخطاب، يا من فرق الله بك بين الحق والباطل، يا من نصر الله بك الدين وأعز الله بك المسلمين، يا من جاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فجازاك الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. السلام عليك يا خليفة رسول الله من كل من أوصاني واستوصاني. ثم يتوجه الحاج إلى القبلة، وهنا أحذر من الصلاة في هذا الممر لشدة الاكتظاظ، ولا تشرع الصلاة هنا حتى لا نعطل إخواننا المؤمنين، لكن يتوجه المؤمن إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو الله تعالى عند مهبط الوحي، فالدعاء بإذن الله تعالى مستجاب. ثم تخرج بعد أن تشكر الله، بعد أن تشكر الله تعالى مما يعرف بباب جبريل، تشكر الله تعالى وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتترضى على صاحبيه وعلى سائر الصحابة الكرام، وتسأل الله تعالى أن يجعلك في زمرة الأخيار. أوصيكم هنا يا حجاج بيت الله بالمواظبة على الصلاة في الجماعة في المسجد النبوي، لا تضيع صلاة واحدة
فالصلاة بألف صلاة. كما أوصيكم بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، ويمكنكم في المدينة المنورة بالليل بعد صلاة العشاء أن تتزودوا من بعض المقتنيات وأن تقتنوا بعض الهدايا للأهل، لا حرج في ذلك، تستمروا على ذلك طيلة هذه الأيام المباركات. النساء زيارتهن للنبي عليه الصلاة والسلام وصلاتهن في الروضة الشريفة في وقت معلوم مخصوص. أنصح أخواتي وأمهاتي وبناتي، أنصحهن بالهدوء والسكينة وعدم الصخب ورفع الصوت وعدم التمسح بالجدران، وألا يسألوا غير الله أحدا. حتى إذا قارب موعد السفر، هنا يسن أن نعاود الوقوف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأن نصلي عليه وأن نستأذنه في الرحيل وأن نترضى على صاحبيه، ثم أن نتوجه إلى الله تعالى ألا يجعل زيارتنا هذه آخر العهد بالمناسك وآخر العهد بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بزيارة المسجد النبوي مرارا وتكرارا. ويحسن أن يستشهد بقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويحسن أن يذكر قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين يا رب العالمين. ويخرج المؤمن من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتقى إيمانه وقد زكت نفسه وقد اشتاق قلبه إلى رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو عنا راض. فاخرجوا في سكون وخشوع وأدب جم، وأروا الله من أنفسكم خيرا، وأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من قال في الحديث الصحيح: إن الله قد وكل بقبري ملكا قائما يبلغني صلاة أمتي علي. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقول في الختام: اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله، وحتى تسقينا اللهم بيده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واجعل مستقرنا ومستودعنا بجوار حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.